رح نضل بكينج سويت، كتير شيك وكتير حلو. اثنيناتكم لحالكم بتملوا، يا ريت تاخدوا معكم مراد كمان تعملوا بطولة بولينج. حبيبي تعا إذا بدك. ما بدي، أنا عندي برنامج تاني من شان الصيفية. بابا حبيبي، ممكن نتعشى اليوم تحت؟ بيت عمو سليمان رح ينتقلوا بآخر الأسبوع. بعرف. بنزل؟ مثل ما بدك. شكرا بابا. بجميع الأحوال وضع نهار رح ينحل ومراد رح تقرتفي لبرات البلد، وبس يسافر لميس خانم رح تنقطع رجلة من هون. ما عاد في حدا يقدر يعكر عليك حياتك بنوم. ونهال اجت كمان من زمان. كيفك اليوم عدنان بيك؟ الحمد لله، وانتي؟ وصلتني دعوة انعام خانم الخاصة، قديش ظريفة. جايين مو هيك؟ طبعا، وتحسين كمان كتير انبسط. الطاولة مو جاهزة، ليش تأخرتوا كل هالقد كاتيا؟ بعتذر يا خانم، هلأ بتكون جاهزة. نحنا كمان مو جاهزين، مهند مو هون ومراد مو هون كمان. مراد حابب يأكل بالمطبخ اليوم، عم بيودع بيت سليمان أفندي. يلا يلا هاتيها لهون. بدي تلج. هلا خلصي شغلك وبعدين بتحطي تلج. حبيبي ليش ما عم تاكل؟ ما حبيتها؟ لا كتير طيبة، يسلموا إيديكم. زعلان لأنكم رايحين. إيمانا رايحين لبعيد، راح نضل عند لميس خانم لفترة وبعدين راح نكون ببيت أختك، عم نغير مكانه بس. طبعا يا روحي طبعا، ما راح نبعد، راح تشوفنا على طول. بس أنا رايح بدهم يرتفوني. شو بتقصد بهالحكي؟ شو بيعرفني ليش عم بحكي هيك؟ شو هالحركات؟ سألنا سؤال. هي ما في شي، تركني بحالي. مراد تحملوني شوي، بس روح على المدرسة رح كون ريحت الكل مني هون. شو؟ منشان يرتاح الكل هون أنا عم بتأرداف. لمين عم توجه كلامك اللي لشوف؟ مو لحدا. أصبح ليش عم تحكي هيك؟ سمعت شي؟ حدا حكى شي؟ لا، ما حدا عم يبعدك غصبا عنك. إذا ما بدك تروح ما بتروح، الشغلة سهلة. ما أنا سهلة كل هالقد. ليش؟ يا خلص بلاها، عم بحكي على الفاضي وبيجوز جنات شوي أو عم فش خلقي، عم بعمل حركات تمام؟ يا خلص من شاء الله أعصابي متوترة، لا تشغل بالك تمشي.
موسيقى.